هذا سائل يقول: هل تجوز مصافات أهل البدع في الصلاة كالرافضة ونحوهم؟ المسلم الذي لم يخرج من الإسلام تجوز مصافته، الذي لا تجوز مصافته هو الكافر. إن كانت البدعة تقتضي الكفر هذا لا تجوز مصافته لأنه لا تصح صلاته، أما إن كانت البدعة مفسقة ولا تصل إلى حد الكفر هذا تصح صلاته وتجوز مصافته. نعم.